هذا هو يعني أكبر مسجد في العاصمة أنتاناناريفو مدغشقر. نعم. اسم هذا المسجد مسجد فلسطين، معروف بمسجد فلسطين، لكن هو في الأصل مسجد الرحمن تقول. نعم. كان يعني كان صغيرا والآن بفضل الله يعني أصبح على هذا الـ 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 الحمد لله ما شاء الله. طيب الله يوفقنا وياكم ما شاء الله. هذا هو المسجد الجامع، يصلي في الجمعة والصلوات المغرب، يعني يأتي فيه الدعاة ويأتي فيه من يريد يعني إلقاء الدروس والخطب. نعم، برنامج للدروس والخطب لجميع الدعاة هنا ما شاء الله. الله يوفقنا وياكم يا رب.